الشغف الشغف تقدمه مره ثانيه واعتقله هواي متظاهرين. ذاك اخذوه ذاك اخذوه كبوهم شوف ذاك كبوهم شوف رصاص حي الولد يصور الولد يصور اعتقالات وعندنا هسه تقريبا اربع مصابين اربع مصابين ذولاك يا هم شنو خلفيه كله رصاص حي حتى الدخانيات بطلوا من عندهم فقط رصاص حي فقط رصاص حي هسه حاليا كروا في اربين متظاهرين ساعه الحبوبي والشغل